مسكت الزبانة جاية. أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ من الأول كده إيجار البيجامة 5 جنيه. ليه بجامة مين يعني؟ بجامة أبويا. يالا أنتوا بتوزعوا بجامتي ليه؟ معلش يا عم، أصلاً أبويا وأمي اتطلقوا فمضطر يعني أبات عندكم هنا النهاردة. الله يا ابني كان على عيني، بس احنا ما عندناش عشاء. اوبا سوري يا جماعه، تتدبر. تعالى يا تيمور. ايوه بابا. ربنا يخليك. 5 جنيه دي وخد صحابك وروحوا اتعشوا كشري. كشري ب5 جنيه؟ ده انا ما اديهاش للواد اللي بينقي العدس ولا فوده. اكله روشه تكلف كام؟ 172 جنيه. هات 200 جنيه يا بابا. كام؟ مش عايز خلاص. خد تعالى يا تيمور، يا ساتر عليك. هات يا بابا هات، ربنا يخليك. ايه رايك يا شباب نريح ونطلب ديليفري؟ لا. ليه؟ على جثتي الديليفري ده يخش بيتي. ماشي. اقول لك حاجه يا تيمور، ايه؟ هات الفلوس دي. اه ويلا. ايه ده؟ خد صحابك ويلا من هنا. ايه ده؟ يلا يلا يا حرام، انا جاي اقعد جنب ابوك لغايه ما يسرح. هو صايع ولا ايه؟ يلا يلا يا بابا الاحراج. يلا تيمور، ابوك شكله واقف في الوليه بجد. انا عارف. طب هتعمل ايه يا معلم؟ ولا حاجه، هو مش عايز نوسه سيبهولي، بس المهم زي ما اتفقنا عايزه يترعب، عايزه يكره اسم نوسه ده، مش انا سيبها ابويا يتجنن. ها سلام. بقول لك إيه؟ ايه خلي بالك على نفسك من ابوك. طب استهبل يلا ولا ايه؟ وانت نوسه يعني؟ لا ما تخافش عليا. يا حلوه يا قطه. يلا يا قط. هي دي الحقيقه. بولا يا ودي بولا، بولا يا بولا، ان 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 بص عليك يا ببلو. في ايه؟ شفت تمساح؟ ايه ده؟ هو انت هنا؟ امال هناك؟ قصدي دخلت ازاي؟ انا قافل الباب بايدي. لا بيبان ايه؟ انت لو قفلت المحافظه احنا ندخل من اي حته. عيب تقول كده. على العموم انت منوره. ربنا يخليك يا بيبي. لا حقيقي نورت البيت. طب مش هقعد شويه ولا هفضل منوره كده؟ اه طبعا. لا اتفضل. الله يخليك. الله يخليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله يا بيبلاوي بيتك زي الزفت. نعم؟ اه والله مش عشان انت واقف انا ما بجملش يعني. يا ستي ما هو بيت راجل من غير ست، وبعدين انا عندي ابن ربنا ياخده، ولد همجي معفن. شباب بقى، ما احنا كنا شباب ولا انت مولود كده؟ تشربي حاجه ولا تتعشي؟ تتعشى ايه وانت عندك لقمه؟ ما انت لسه مسرب العيال، قلت لهم انزلوا تعشوا. بقول لك ما تركزش عشان ما تهيسش معايا. هجيب لك دليفري ربع ساعه والدليفري يبقى موجود. يا سلام، دلوقتي حبيت الدليفري؟ ما انت من دقيقتين ما كنتش طايقه. طيب اتفضلي استريحي. والله انا محروقه مكسوفه منك، اصل اول مره اروح لراجل عازف في بيته، وانت كمان خارج لنصك ملط وركبك ما شاء الله معظمه زي الجمل اللي بيجري في الحبس ده، عارفه اللي في الحبس؟ فانا تلاقيني كشه يعني. لا مفيش حاجه، انا هغير هدومي ثانيه واحده واجي لحضرتك. براحتك، ده بيتي، بتوصيني على بيتي. اتفضل. سلام. السلام. السلام. قلت لك ما تركزش عشان ما تهيسش مني. حاضر. بلاوي انت قاعد مع ميتها اللي ركضونا تحت التراب ده كلام فيه بس؟ طب ما تيجي نشرب في التراب الغفير احسن. ليه الفن الوحش ده؟ اقول لك على حاجه، هات تراب وتفني يلا، حط صباره كده وخلصني. ده فن وحش، ليه بتقولي كده؟ ما انت جايبني تنكد عليا يا بلاوي. الله، انت مش عاجبك دي؟ لا خالص. طيب انا تحت امرك، اطلبي. عايزين نفرفش. ده انت طلباتك اوامر. الله يبارك لك. امري لي يا حلو. انت اللي حلو وقميصك حلو. انت قمر. فيسكوز ده؟ اه في مين؟ فيسكوز ده نوع غير. اه فيسكوز. شغل لنا حاجه كده روقنا. عينيا. الله يخليك. يا حلو. اسمعي بقى. فاجئني بقى.
بموت احبها بتعجر من الجو كده وتحلاها. او احب الفتي الحلوه اللي هي بتقدر عاجل في الاغاني دي. ما فيش تاني يا بلاو. يا سلام عايشيني لحظه شغرتيني فيها 20 سنه ورا برضو كبير. لا ما هو كام رقصه بقى من بتوعك دول هترجعيني عيل صغير. لا قول يا بلاو. نعم. هو ده لون عينك حقيقي ولا عدسات لاصقه؟ لا انا مولود من الاول. والنبي مش لاصقه؟ لا. ربنا يحميك. عينيك عينين بقر. الله يخليك. صوابعك صوابع موز. النبي اخر خمسه فاضلين عندي. انت كان عندك اكتر من كده؟ كنت وارثه 40 عن امي، بعت ال 35 عشان اطلع الدور الرابع. بعتيهم فين؟ انت خليك معايا انا يا ببلاوي. ما شاء الله عليكي طول عمرك شغلي. ايه؟ مين اللي قالك كده؟ مين؟ وانا طرطوره؟ يا نهار اسود حصل امتى؟ مين ده؟ هو عندك عربيه؟ ايوه عندي. شديده؟ ايوه. تعال وصلني. انت بتكلم مين؟ انتوا مالكوا؟ سيبوه هو. ايوه مالكوا. تعال تعال تعال. ما انت يا اخويا ترزي شقتك، ما تفصل لك عربيه اكبر من كده. استنى عليها بس تمشي شويه وهي هتبقى مريحه وواسعه. تمشي ايه ده انا راكبه بطه؟ لا على العموم لو مش عاجباكي هجيب واحدة جديدة. ودي دي تيمور ابن. يا بلاش تيمور، لو ولع فيها دلوقتي الواد خلفان. شكرا. روح انت بقى يا بول. ده كلام اروح ده ايه؟ ده انا ما صدقتش بقينا لوحدينا. انا هنزل معاكي شوية. لا استنى اسمع كلامي، احسن لك واسلم لك روح. روح ايه؟ ده انا لسه جوايا كلام كتير لازم اقولهولي. طب يا اخوان حر بقى. طبعا. الله الله ليه كده؟ ليه كده هتقلبوا علينا ليه؟ تعالى يا ضيف. ايه كده؟ الله الله ايه كده؟ خلي بالك يا شوان. ايه كده؟ لا ما ترى ايه؟ لا لا مش خفيف يا عيا. طيب برهان. الله 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 بنت برويلي كمان. مش كده كده ولا ايه؟ تنزلوا ايه؟ تل؟ يا واد حرام عليك تل كده ونزل شعبية. بس بقى كفايه الراجل هيكمل. يا ريت مش واحدة. يا ليل كفاية كفاية الراجل هيكمل. اوكي اوكي. في بلاوي امشي من هنا في بجندك يا الله. امشي امشي ده ايه؟ ده انا ما صدقت الجو اتعدل وبقى زي الفل. في كلام عايز اقوله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين الراجل ده؟ الله انا سنك ايه؟ اسكت انت، ما جاءت بك الى هنا ايها الفارس. تكلم معي بطلاقه. معي رساله يا مولاي. من وما فحواها؟ امير البلاد يطلب شراء هذا العبد الابيض مقابل 15 دينار كاش. في ايه يا اخويا 15؟ ليه هو قرد؟ ده انا بايع واحد زي بالظبط الجمعه اللي فاتت ب100 يورو. تبيع مين يا ست انت؟ اسكت انت بقول لك. اسمع يا الفارس، اذهب الى امينك وقل له انه رجل عجوز لا يقدر على العمل. بالسلامه. قشطة براحتك. سلامة. ما براحتي يا حبيب. باي باي. في داهية. انفل بجلدك الغور من هنا بقى. انا بعد ما شفت الفيلم ده قلبي جامد. تعالي حاوزك في كلمتين. يوسف. ايه ده راخر؟ ده احدب. مالك يا احدب؟ ما عملت ده حاجة فينا على طول مرة. وانت ما بيك ده صديقي. صديقي يا قتلي. يا فجر يا غليت الحياه صديقي، انني اسم من وراءه رائحه الحب نحوك وانا الذي يحبك. وانت مالك؟ انا لا بدي شكلك ولا وشك. ساقتله هايه المراه. انا الذي ساقف له لاحيا. ستقفين له؟ ايوه. يا ساقف دلوقتي. ساقف بس ساقف له. ستدافعي عن نفسك. هيا بنا هايه المراه. ساقتلك. تعال ايها المراه. غلبان غلبان. يلا يا ابو ادم معبي. يلا يا ابو ادم. والله وقعت يا خلانوسة. أوو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 و